الفنان بيحب يمثل حاجة طبعا اكيد معيار نجاحك اللي كل ما الناس تكرهك اكتر كل ما تكون مثلت الدور بصدق اكتر. بالظبط. بينك وبين نفسك ايه؟ بصراحة انا بحب الادوار اللي بعيد تماما عن شخصيتي، يعني انا بروح للإكستريم ديفرنت، يعني كل ما الشخصية تبقى بالنسبة لي مختلفة جدا كل ما بتبقى كاتشي بالنسبة لي بحبها. بيبقى فيها مجهود وبيبقى فيها تحدي وبيبقى فيها ان انت بتبعد عن شخصيتك تماما وبتروح للشخصية اللي هي مختلفة تماما عنك. فان انت تجسد دور حد من التكفيريين او الارهابيين هي لا تمت ليا بصلة على الإطلاق، لا مفيش أي وجه تشابه بيني وبين الشخصية دي. حتى طريقة التفكير، حتى البودي لانجوج، حتى طريقة التعبير عن الشر وطريقة تفكير الجماعات دي، فدي بتبقى مختلفة تماما عن شخصيتي. فأنا بحب الأدوار اللي فيها شر، يعني بحس إن أنت بتبذل فيها مجهود وبيبقى فيها تحدي أكتر مع الناس.